عليكم البنات الغزالات، كي دايرات؟ لاباس عليكم. اليوم جيتكم بهاد الوصفه وقلت نشاركها معكم. بوركوا با، سي ان طاجين كروفيت بيلبيل. دوكو انا غنديرو اما فاصون ونشاركها معكم. قبل ما نبدا لكم الوصفه بغيت نشكر كاع اللي كيدخل لاشين، اللي كيشوف لي فيديو، اللي كيبارطاجيها، وكنقول لكم ميرسي بزاف. واللي جديد في لاشين وكانت هذه اول فيديو غيشوف، غنقول ليه مرحبا بك ودخل شوف لي زوتر فيديو اللي حاطه. نتمنى لاشين تعجبكم. يلا هنا غنبداو. عندي هنا الكروفيت بور لي قامه، عندي التحميره، الكمون، البزار، الثومه، شويه سودانيه، مطيشه الحك والحامض، وغندير شويه زيت البلديه. البنات الملحه انا ما غنديرهاش نهائيا، حيت الكروفيت، هاد الكروفيت اللي عندي مالح بزاف، دوكو الملحه اللي فيه هي اللي غتكفيه وخلاص. باش غادي يكون كيطيب غندوق، الا بان ليا ناقصه الملحه غنزيد شويه، مي نورمالمون راه باش كناخد هاد النوع ديال الكروفيت يكون مالح، يعني ما كنزيدش كاع فيه الملحه. ها انا رميت كلشي في الطاجين، درت القامه كلها رميتها فيه. المهم الثومه نتوما عينكم وميزانكم، انا كتعجبني الثومه، كيعجبني المذاق ديال الثومه، درت 3 ديال الدروس. ابخي نتوما وعينكم ميزانكم، نتوما شحال على حساب عاوتاني لا كونتيتي ديال الكروفيت اللي عندكم. داك الحك د مطيشه ها انا يعني خلطته مع شويه د الماء، صوف خليته خاتر، يعني فوالا شفتوا، يعني ما خصكمش تميهوه بزاف. و ابري كتخويوه وكتخليو كلشي يطيب. فوالا البنات انا راني زدت مطيشه ودرت شويه زيت البلديه وصافي. ابري كتمهلو عليه وكتخليوه يطيب على خاطر. البنات فوالا ها هو نوطخ طاجين وجد. واحد النقطه ما قلتهاش، راه نورمالمون كيدير فيه القزبر معدنوس، صوف انا ما عنديش سلاليه ما درتوش، وصافي هادشي اللي كاين. و الى شي وحده كتحم و شافت لا فيديو جو ميكسكوز بزاف بزاف بزاف. والبنات فريمون جربوه، راه فريمون سي ترو بون، بنين. وكنشكر كاع 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 اللي كيدخل الماشين، و جو دي فريمون ميرسي ميرسي انورميمون. وان شاء الله على بروشين فيديو. تهلاو فراسكم.